ايوه يا فندم، بهيج هانم. اهلا وسهلا. طبعا موجود. بيعمل ايه؟ بيعمل مجلس، مجلس اداره يا فندم. لكن ده في واحد سال عليه هنا من شويه واكد لي انه مش عندك. ده مش واحد بس، دول كتير. اصل عبد القادر بيمحرج عليا اقول انه موجود علشان عنده مجلس باستمرار كده. طب اديهولي، اديهولي اكلمه. حاضر حاضر يا فندم. سعادة البيه؟ يا محروس، أنا مش قايل لك محدش يشغلني محدش يكلمني؟ ده البيت اللي على التليفون يا سعادة البيه. البيت؟ طيب عن إذنكم لحظة واحدة. إزيك يا بهيجة؟ أهو زي ما أنت شايفة غرقان في الشغل لشوشتي. إيه عبد المهيمن بتعمل إيه؟ ما غلط واللي كان كان. تصوري يا حبيبتي ان عبد المهيمن باعت شحنة كرسيهات لتنجانيقة. تصوري، ده شيء يجنن. معلش معلش معلش. ايوه يا حبيبتي هتأخر شوية، نام انت دلوقتي، تصبحي على خير. وانت من اهل الخير يا عبد القادر. ربنا يخليك يا سعادة البيه. انت لسه كل النشرة الجوية ايه؟ كله أليستا. الهانم اتصلت وسيادتك رديت عليها بأمارة ما كنت مشغول قوي في المجلس وشحن التنجانيقة و فارم عليك يا شارلوك هولمز. تسلم لي يا محروس تسلم. روح انت نام واستريح. فين؟ لسه نايم. لحد دلوقتي؟ ما هو يا دوب راجع وش الصبح. الله يكون في عونه. أنا مش عارف قادر يشيل الحمل ده كله إزاي. أهو إمبارح مثلا فضل سهران في مجلس الإدارة مدة طويلة أوي، وأنت عارفة بقى الاجتماعات ودوشة الاجتماعات، وما يروحش، لأ، ياخد مدام فلفلفوكس ومسيه فلفلفوكس ويروح يفسحهم للصبح. يعمل إيه؟ شغله عايز كده. أمال. صباح الخير. يا صباح النور يا خالي. ايه عملت ايه يا محروس؟ فضلت سهران لحد 6 الصبح لحد ما وصلتهم لغايه المينا. فضلوا شاورين فوق المركب باي 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 باي. ومدام فلفلفوكس فلفلفاكس فلفلفاكس ممنونه من حضرتك كتير قوي. اه
لا امال في الحسين؟ فاضل ثلاث دقايق وشرف. افتكروا لنا حاجه تفتح النفس على الصبح. ليه بس؟ اهو كده والسلام. اما اقوم اعمل لكم الكريت سوزيت. ما تخلي الطباخ يعمله المره دي. لا اصل الكريت سوزيت ده مفيش غير عيلتين بس هم اللي يعرفوا يعملوه. عيلة طبق زادة وعيلتي أنا. أيوة عيلة سلطح برطع زادة. والصنف ده متسلسل من جدود الجدود ولا يمكن أدي سره لحد أبدا. تقولش اكتشف السر صنع القنبلة الذرية؟ اسمع محروس. نعم. طيران دور على حسين وفهمه كويس، إذا سألته مرات عمه بهيجة يقول لها إن أنا امبارح بالليل كنت سهران في مجلس الإدارة وخرجت أنا والخواجة بلافلافاكس ومدام بلافلافاكس. وتفتكر حسين هيكذب؟ ضروري المرة دي يكذب لحسن دي فيها خراب بيوت. ربنا يستر يا أخي. يلا قوام شمع الفتلة. هتيجي تفطر؟ ايوه بس نسيت مكالمة تليفونية. يا قوة الله، هو ده بقى الست اللي اسمه كريب جورجيت ولا كريب سوزيت ده اللي محدش يعرف يعمله الا اتنين في قارة افريقيا؟ طبعا الحمد لله، لو كانت كل العيلات تعرف تعمله كانت بقت مصيبة. قصدك ايه؟ كل الصراحة الكريب جورجيت بتاعك ده بيعمل لي مغص في مصران الثاني عشر. اسمع بلاش كلام فارغ، بلاش مسخرة. يا حسين اعمل معروف ابو سيدة. اكذب يعني؟ والله ما اكذب ولو على رقبتي. صباح الخير. صباح الخير. اهلا. بتبرطم ليه على الصبح؟ وايه ده اللي مش هتقوله ولو على رقبتك؟ ما تساليني بقول لك. وحد سالك اخي؟ في ايه يا سيدي محروس؟ في مساله كده بيني وبينه مش عايز اقولها لك، لكن مصمم راسه الف سيف انه لازم يقولها لك. يا اخي بطل كذب بقى، هات سكر. ما تفهمني ايه الحكايه يا سي حسين؟ لا يمكن اقول لك الا لما تساليني. انا مش فتان. عجايب. وعاوزني اسالك ازاي على حاجه مش عارفاها؟ خلاص لما تعرفيها اساليني بقول لك. ما تفضوها سيره بقى. يلا كل يا حسين، احسن زمان الجماعه بتوع الضرايب منتظريننا. يا سلام، تسلم ايديكي. ما تاكل يا حسين، الصنف ده عاملاه مرات عمك برجليها بايديها. مفيش غير عيلتين بس هم اللي يعرفوا يعملوه. يا سلام مسلم، ده مفيش كده. غير القرف ده. قرف؟ ده قرف؟ الكريت في زيت. انت لا بتستطعم اكل ولا شرب. انا حر استطعم اللي انا عايزه، مثل بيقول كل اللي يعجبك. ما تكمل المثل يا سي حسين والبس اللي يعجب الناس. بالذمه الهلاهيل اللي انت لابسها دي تعجب حد؟ يا شيخة ليه؟ فضحتنا في وسط البلد. هي البدله اللي انت لابسها ده هي يلبسها واحده فندي محترم؟ وده فستان تلبسه واحده قربت على 50 سنة. اما حمار صحيح. ايه كلام المجانين ده يا حسين؟ اصبر عليها، بعد الشر على شبابها. ايه فيه؟ ده رأي وكل واحد حر في رأيه. ايوه لكن يا اخي مش بالجليطة دي. والله انا كده هعيش واموت كده. ما تاخديش بالك من بهيج، اصله لسه صغير وطايش. امسحيها في دقني انا. ستي ستي، تليفون من مصر. ستي سميحة، قوم يا ستي قوام. سميحة. وحبك الجزويتي دلوقتي. الو سموحه، انا بابا. ازيك يا حبيبتي، وحشتينا قوي. هتيجي امتى؟ صحيح؟ ساعتين ونص؟ طيب سميحه، بورسعيد ضلمه من غيرك قوي يا حبيبتي. اوعي إيه تتاخري يا سميحه. هتيجي النهارده؟ قطر 2:30؟ كويس قوي. قولي لي نفسك في ايه اعمله لك على الغدا؟ اعمل لك سمك صياديه ولا مشوي؟ اي حاجه ازاي؟ لازم تقوليلي. تلاقيكي لا بتاكلي ولا بتشربي. طيب يا حبيبتي على كده، مع السلامه. فلن يا فلن. يلا بينا، انا اتاخر على الشركه.
اطمن اجوزها لك. هي مين؟ سميحة يا واد. تتكلم جد يا عمي؟ طبعا جد. مالك؟ تقيست ليه تاني؟ بس يمكن سميحة ما ترضاش. وهي هتلاقي زيك فيه، شاب مستقيم مجتهد، بس يا خسارة الحلو ما يكملش. ليه؟ فيك عيب واحد. ايه هو؟ غير طبعك شوية، بلاش الحنبلة والصراحة اللي تودي في داهية.